الأمريكيون يواصلون تصويتهم لاختيار رئيسهم 45 وسط احتدام المنافسة بين المرشحين كلينتون وترامب. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو. قوات الجيش العراقي تطهر قرية العويزة بالمحور الشمالي لعملية تحرير الموصل. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. ونبدأ مشاهدينا من السباق الرئاسي الأمريكي الذي انطلق اليوم، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل مكاتب الاقتراع في 9 ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الجمهورية دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون، والتي أدلت بصوتها في الانتخابات. وبدأ الناخبون بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع في كونكتيكوت وإنديانا وكنتاكي ومين ونيو هامشاير ونيو جيرسي وولاية نيويورك وفيرمونت وفيرجينيا، وستفتح مكاتب الاقتراع في ولايات أخرى في وقت لاحق. ويصوت الأمريكيون أيضا لتجديد مقاعد في الكونغرس وفي عدة عمليات استفتاء محلية. ظلت شخصية هيلاري كلينتون مثار جدل خاصة في الأوساط السياسية، فمرشحة الحزب الديمقراطي الأقرب للفوز بمقعد الرئاسة تنتمي لأسرة جمهورية محافظة بالأساس، بل إنها كانت عضوا نشط في الحزب الجمهوري في مقتبل حياتها. غير أن كلينتون تتمتع بمجموعة من المؤهلات قلما تجتمع في مرشح، فقد كانت السيدة الأولى للبلاد، وكانت عضوا في مجلس الشيوخ ووزيرة للخارجية، وتمتد خبراتها في العمل السياسي لعقود. مجموعة من أقوى المؤهلات التي تقدم بها مرشح لنيل منصب الرئيس الأمريكي على الإطلاق تحملها هيلاري كلينتون. كلينتون كانت يوما ما السيدة الأولى، وكانت عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ووزيرة للخارجية وواحدة من العالمين بما يجري خلف الأبواب المغلقة في واشنطن، إضافة إلى خبرات في العمل السياسي تمتد عقودا. غير أن شخصياتها دائما ما كانت مثار جدل في الأوساط السياسية. ولدت هيلاري رودهام كلينتون في أكتوبر عام 1947 لأب جمهوري محافظ. التحقت هيلاري كلينتون عام 1965 بكلية ويلسلي في ماساتشوستس، حيث ترأست نادي الشباب الجمهوريين، غير أنها سرعان ما أصبحت ديمقراطية إبان اختيار الجمهوري ريتشارد نيكسون رئيسا للبلاد. دخلت كلينتون سباق انتخابات عام 2016 باعتبارها صاحبة أفضل فرص الفوز بترشيح حزبها، واستطاعت التغلب على تحدي صعب على غير المتوقع من السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، لتفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في يوليو الماضي. وعلى مدى عقود خاضت كلينتون معارك مع خصومها من المحافظين والجمهوريين، وخرجت سالمة من صراعات كان من بينها ما دار حول عدم إخلاص زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومحاولة فاشلة من جانب الجمهوريين لعزله من منصبه، وكذلك استخدامها جهاز خادم كمبيوتر خاص لرسائل البريد الإلكتروني وهي وزيرة للخارجية. ويؤيدها كثير من الديمقراطيين لمناداتها بحقوق المرأة في الداخل والخارج وبالعدالة الاجتماعية وبإتاحة الرعاية الصحية. وفي مواجهة ترامب قطب صناعة العقارات، صورت كلينتون ترشيحها كحصن لدرء خطر فريد على الديمقراطية الأمريكية، قالت إنه يمثله. وخلال الفترة التي شغلت فيها منصب وزيرة الخارجية تصدت كلينتون للحرب الأهلية في كل من سوريا وليبيا والبرنامج النووي الإيراني، وقامت بمحاولة لم يكتب لها النجاح لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. وكانت كلينتون مرشحة للرئاسة
عندما استطاعت خلال جلسة استماع صعبة في الكونغرس امتدت 11 ساعة في أكتوبر عام 2015، استطاعت اتقاء انتقادات من الجمهوريين للطريقة التي تعاملت بها مع هجوم شنه متشددون في بنغازي بليبيا عام 2012 وقتل فيه السفير الأمريكي في طرابلس. وعندما كانت السيدة الأولى خلال الفترة بين عامي 1993 و2001 كان لهيلاري كلينتون نشاط واسع وانخرطت في شؤون السياسة بدرجة كبيرة. فازت هيلاري كلينتون بمقعد في مجلس الشيوخ في نفس الشهر الذي ترك فيه زوجها الرئاسة عام 2001 وظلت تشغل عضوية المجلس حتى عام 2009. ودخلت كلينتون السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في عام 2008 وكانت صاحبة الصدارة، لكن باراك أوباما فاز في النهاية بترشيح الحزب. Never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America. أوباما أبدأ إعجابه البالغ بقوة مرشحة حزبه في مؤتمر انتخابي في سبتمبر، مؤكدا أنها تواصل تقدمها دون توقف ولا تمل من المحاولة ولا تتوقف أبدا عن القتال. للمزيد من المتابعة مشاهدينا، تنضم إلينا الأستاذة شيرين العبد مدير عام لجنة الانتخابات بولاية نيو جيرسي. أستاذة شيرين تحياتي أولا. أهلا وسهلا. يعني مع انطلاق السباق الرئاسي الأمريكي، يعني أبرز ما ترصديه أو حول كلا المرشحين وانطباعات المواطن الأمريكي وتوجهات الناخب الأمريكي تجاه كلا المرشحين؟ للأسف الاثنين محظوظين من ناحيتين، يعني لأنه في اعتقادهم وأنا شخصيا في اعتقادي برضو إن الحزبين كان عندهم أفراد يترشحوا كفء أكثر وحاجة تشرف أكثر، فللأسف وصلنا للاثنين دول وربنا يستر. طيب أستاذ شيرين، يعني جانب من التحليل السياسي رأى أن هذه الانتخابات ربما تحمل الكثير من المفاجآت، على اعتبار أن هناك من يرى أن في المجتمع الأمريكي هناك كتلة صامتة يمكن أن تغير نتيجة استطلاعات الرأي إلى حد كبير، إلى أي مدى بتري هذا الأمر مؤثر في الانتخابات الأمريكية أو في المشهد الانتخابي الأمريكي؟ يعني انا مش متاكده ان انا كنت بس ال حسب ما فهمت كلامك الميديا الاعلام بيأثر طبعا جامد، والاعلام كله مع كلينتون ده بيأثر طبعا على الناخبين، لانه أنا مش بشكر في ترامب، بس هي خطر جدا 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 إنها تكسب، ولحد دلوقتي اللي باين إن هي هتكسب للأسف. ترامب أم كلينتون؟ لا كلينتون. كلينتون. أشكرك جدا الأستاذة شيرين العبد من نيو جيرسي، شكرا جزيلا. أنا أتواصل مع حضراتكم في عرض الأنباء، حيث ظلت شخصية هيلاري كلينتون مثار جدل في الأوساط السياسية تباعا مشاهدين الكرام بعد 8 أعوام من حكم الديمقراطيين للولايات المتحدة الأمريكية. يسعى دونالد ترامب إلى الوصول إلى سدة الحكم على حساب هيلاري كلينتون، فمنذ إعلان خوض سباق الرئاسة من خلال الحزب الجمهوري أثار ترامب رجل الأعمال الثري جدلا واسعا في أوساط النخبة والجماهير على حد سواء خلال حملته الانتخابية التي استطاع من خلالها اجتذاب أعدادا غفيرة من المؤيدين. مستر دونالد جي ترامب. بعد رحلة امتدت لنحو 17 شهرا استغل خلالها قدراتي الفائقة على الترهيب والمبالغة وبراعتي في التعامل مع وسائل الإعلام والتي جعلت منه واحدا من أشهر رجال الأعمال في العالم، ها هو دونالد ترامب الذي قلب التقاليد الديمقراطية الأمريكية رأسا على عقب يصبح منافسا لا يستهان به أمام هيلاري كلينتون المقدرمة في أروقة السياسة الأمريكية.
فمنذ أن أعلن ترامب خوضه سباق الرئاسة من خلال الحزب الجمهوري على مدخل السلم الكهربائي لبرجه الضخم، استطاع الجمع بين الحضور الآسر والنزوع لخوض المعارك وبين القدرة على مخاطبة النخبة والجماهير العريضة في آن واحد. وتمثل الانتخابات التي يخوضها ترامب في مواجهة هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي أول مرة يسعى فيها للفوز بمنصب عام بعد رحلة اجتذب خلالها ترامب أعدادا غفيرة من المتحمسين لمؤتمراته الجماهيرية. ترامب الذي صدم الكثيرين بقوله إنه قد لا يقبل نتيجة الانتخابات إذا انهزم، مخالفا بذلك العرف الذي جرى عليه انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة الأمريكية، استطاع التغلب على 16 مرشحا آخرين ليصبح أول مرشح لأحد الحزبين الرئيسيين يخوض الانتخابات دون أن يمتلك أي خبرات حكومية منذ الجنرال إيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي. سباق ترامب وكلينتون نحو البيت الأبيض اتسم بصراعات، كان من بينها اضطراب في أوساط العاملين في حملته الانتخابية واتهامات بالتحرش بنساء، وزعمه أن كلينتون ووسائل الإعلام زوروا الانتخابات لإبعاده. وخلال الحملة الانتخابية وخاصة في كلمته في مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو الماضي، رسم ترامب صورة قاتمة لأمريكا وقال إن الحلم الأمريكي انتهى إذ أخمدته مصالح خبيثة في عالم الأعمال والسياسة، وإنه وحده يمكنه أن يحيي هذا الحلم، طارحا خططا غير واضحة للفوز بتنازلات اقتصادية من الصين ولبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية لمنع تهريب المهاجرين، كما اقترح منع مواطني دول الشرق الأوسط التي تشهد حروبا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تراجعه عن دعوته السابقة لحظر دخول المسلمين. وعلى الرغم مما أدلى به ترامب من تعليقات كان من الممكن أن تقضي على فرص مرشح تقليدي، إلا أنه استطاع أن يفوز بترشيح حزبه متغلبا على منافسيه الجمهوريين مارك روبيو الذي وصفه بالصغير وتيد كروز الذي نعته بالكاذب. ترامب الذي وصفه منتقدوه بالفظاظة وتهييج الجماهير والتحرش بالنساء استخدم تويتر سلاحا أطلق من خلال الإهانات، وراح يهزأ ممن أساءوا إليه، ومن ذلك وصفه لكلينتون بأنها محتالة، حيث أحصت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية 282 شخصا ومناسبة وجه فيها إهانات على تويتر منذ إعلان ترشحه الذي وصف بأنه حافل بالمتناقضات. ترامب البالغ من العمر 70 عاما ولد لأسرة ثرية في 14 من يونيو من عام 1946 في مدينة نيويورك، ليصبح رابع خمسة أولاد أنجبهم فريد ترامب الذي أصبح فيما بعد واحدا من أكبر المطورين العقاريين وأصحاب العقارات في المدينة. وبعد التخرج من جامعة بنسلفانيا اتجه ترامب للعمل في شركة والده، ودخل ترامب في مجال العمل وسرعان ما ترك بصمة بسلسلة من الصفقات العقارية ومشاريع التطوير العقاري، وفي عام 1983 افتتح أبرز أعمال برج ترامب الذي يرتفع لمسافة 58 طابقا ليصبح مقر إقامته الأساسي ومقرا لمؤسسة ترامب، وحيث أعلن ترشحه لخوض سباق الرئاسة من هناك. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية. أرحب بك دكتور رائد. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا بك دكتور رائد. إلى أي مدى بترى أن السياسة الخارجية الأمريكية ربما تتأثر باختيار أي من المرشحين؟ هل فوز أي سواء كان ترامب أو كلينتون بهذه الانتخابات سيفرق في السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقة الولايات المتحدة بالدول الأخرى؟ طبعا بالتأكيد. كلا المرشحين لديهم رؤية يعني تكاد تكون مختلفة عن الآخر فيما يخص شكل العلاقات خصوصا مع منطقة الشرق الأوسط. الحقيقة التي يجب أن نعلمها جيدا أنه الجمهوريين لديهم اليوم ربما في حال فوز مرشحهم لديهم فرصة لتغيير نمط العلاقة مع منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أنه أصبح اليوم الحقيقة التي تحتاج هو في الأمر أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من التحبط في علاقتها اليوم مع دول كثيرة منها إسرائيل منها
وعلاقتها في المنطقة العربية، علاقتها في الخليج العربي، علاقتها أيضا بمجموعات أخرى من الدول. نعم، أشكرك دكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ولمتابعة أوفى ينضم إلينا عبر الهاتف موفد التلفزيون المصري مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، كيف تتابع تصويت الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ يعني الآن وفي هذا التوقيت تماما بدأت الخمسون ولاية الأمريكية في عملية التصويت، ذلك بدءا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن ونيويورك، مرورا بالولايات الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصولا إلى الولايات الغربية، وآخر الولايات الأمريكية هي ولاية كاليفورنيا. الآن بدأت عملية التصويت في الخمسين ولاية الأمريكية، واحتدام المنافسة والصراع ما بين مرشحي الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الذي يمثله هيلاري كلينتون والجمهوري الذي يمثله رونالد ترامب. الكثير من الخبراء والمحللين قالوا إن هذه الانتخابات هي الأشرس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو ما ظهر جليا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال احتدام الصراع والكلمات الخطابية في وسائل التواصل الاجتماعي ما بين المرشحين، وأيضا الاتهامات التي قالها المرشحين عن بعضهما. أيضا هذه الانتخابات التي من المنتظر أن تفرز الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة الأمريكية، هذا الرقم الذي بدأه الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن للولايات المتحدة الأمريكية، قال عنها البعض إنها هي الأكثر سخونة ربما لوجود سيدة من المرشح أو من المرتقب أن تكون هي الفائزة، وذلك وفقا للمؤشرات الأولية الموجودة. فإذا ما تحدثنا عن عملية الأرقام نقول إن هناك أكثر من 320 مليون مواطن أمريكي سيدلون اليوم بأصواتهم، وذلك لاختيار مندوبي الولايات في المجمع الانتخابي. هذا المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا عن الولايات الخمسين للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك فهناك الكثير من الولايات التي تمثل في هذا المجمع الانتخابي بعدد كبير من الأصوات، مثل ولاية كاليفورنيا التي لها النصيب الأوفر في المجمع الانتخابي ب 55 صوتا، تأتي بعدها ولاية تكساس ب 38 صوتا، وصولا إلى أصغر الولايات الأمريكية التي تمثل في المجمع الانتخابي ب 3 أصوات. لذلك فالرقم الفائز هنا في المجمع الانتخابي هو رقم 270 صوت، المرشح الذي سيحصل على 270 صوت من أصوات المجمع الانتخابي الممثلة عن الولايات الخمسين الأمريكية هو الذي سيحسم الموقف لصالحه. نعم مصطفى، ماذا عن سلاسة عملية التصويت، خاصة وأن أحد القضاة كان قد أمر بإبعاد مؤيدي ترامب أو أعضاء حملة ترامب من الاقتراب من إحدى لجان الاقتراع، ومنع التصوير ومنع إجراء أي حوارات مع الناخبين؟ يعني بالنسبة لسهولة عملية التصويت حتى الآن، ووفقا للبيانات الموجودة للمراكز الإعلامية هنا في واشنطن، عملية التصويت تمر بسلام، وإن كانت هناك بعض المشدات لأنصار المرشحين، وكما ذكرت في هذه الواقعة ربما هذا القاضي قد منع عملية التصوير، وأيضا أراد فرض السيطرة على عملية التصويت في هذا المقر الانتخابي، وذلك نظرا لوجود بعض أنصار المرشحين وخاصة من جانب الجمهوريين الذين يتميزوا أحيانا بالحدة والصرامة وأيضا بالعصبية الموجودة في هذه الانتخابات. ولذلك فالقول المجمل هنا في هذه الانتخابات حتى الآن أن الانتخابات تسير بشكل ميسر وبشكل هادي، وأن كانت المخاوف هي المخاوف التي ستأتي بعد عملية إعلان النتيجة وتحديدا من الجمهورية. نعم، مصطفى عبد الفتاح موفد التلفزيون المصري متابعا للانتخابات الرئاسية الأمريكية من الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. بعد 8 سنوات شهد العالم خلالها العديد من التغيرات والتطورات المتلاحقة، لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا فاعلا فيها في ظل إدارة باراك أوباما. ويواجه الرئيس الأمريكي القادم إرثا ثقيلا وملفات شائكة ستزداد تعقيدا إن لم تجد حلولا لها في القريب العاجل، بعد أن باتت تهدد الأمن والسلم العالمي.
مع انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية يترقب العالم بأسره الإجابة على سؤال واحد: كيف سيتعامل الرئيس القادم مع الملفات الشائكة والصعبة التي تنتظره وتمثل تحديا داخليا وخارجيا أمام الإدارة الجديدة؟ يأتي في مقدمة هذه التحديات الأوضاع في الشرق الأوسط والذي يعاني منذ 5 سنوات من انقسامات وحروب أهلية. وفي هذا الإطار يقع على الولايات المتحدة دوليا العبء الأكبر في حل الكثير من تلك الأزمات، خاصة إنها التي قادت الحرب أو الغزو على العراق عام 2003. أما بالنسبة للمعضلة الليبية فيثير الموقف الأمريكي الرسمي المرتبك تساؤلات عديدة حول طبيعته وأهدافه، وبالطبع يمثل الوضع في سوريا التحدي الأكبر لإدارة الرئيس القادم بعد أن أصبحت الولايات المتحدة طرفا في حرب ضروس مع تنظيم داعش الإرهابي، وفي مواجهة تحديد موقفها من بقاء الرئيس السوري بشار الأسد من عدمه. لن يغيب ملف العلاقات مع إسرائيل الحليف الأول للولايات المتحدة بالمنطقة عن اهتمام الرئيس القادم، والتي رغم التوتر التي شابها بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني في يوليو من العام 2015 والانتقادات التي طالما واجهتها إدارة أوباما لحكومة نتنياهو بسبب نشاطها الاستيطاني، إلا أن الالتزام بأمن إسرائيل يظل أحد ثوابت الإدارة الأمريكية على تعقبها. وفي ظل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية القوية تبقى القضية الفلسطينية هي محور الصراع بالمنطقة والتحدي الأكبر بانتظار الرئيس القادم. إيران والاتفاق النووي عنوان واحد من الملفات التي سيقف عندها الرئيس الأمريكي القادم، فرغم توقيع الاتفاق الذي تم بموجبه منع طهران من تطوير برنامجها المثير للجدل مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب، إلا أن الانقسام الحاد بين المعسكر الديمقراطي المؤيد لذلك الاتفاق والمعسكر الجمهوري الذي عارضه بشدة جعل من هذا الملف تحديا كبيرا بالنسبة للسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة، والتي بناء على استراتيجياتها قد تشهد العلاقات الثنائية تحسنا ملحوظا أو تقود إلى المربع صفر. العلاقات مع دول شرق أسيا من أهم أيضا الملفات التي ستقع على كاهل الرئيس الأمريكي القادم، حيث يمثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية تحديا خطيرا في ظل استمرار بيونغ يانغ اختبار صواريخها الباليستية، وهو الأمر الذي تصفه واشنطن ودول الجوار بشبه الجزيرة الكورية بالاستفزازات الصريحة الواضحة. ولن يستطيع الرئيس القادم أيضا تجاهل التوتر غير المباشر الذي شاب العلاقات مع بكين عقب اتهامات متبادلة بشن حرب إلكترونية بين الجانبين، إلى جانب تنامي نفوذ الصين لا سيما في القارة السمراء. الأوضاع الاقتصادية والأزمات المالية ملف لن يغفله الرئيس الأمريكي المنتخب، حيث شهد العقد الثاني من الألفية الثالثة انخفاضا ملحوظا في معدلات التنمية وارتفعت نسب البطالة في العديد من دول العالم، ودعت الكثير من الحكومات إلى إتباع سياسات للتقشف، الأمر الذي يؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومن ثم قد ينعكس على قوة الولايات المتحدة الاقتصادية. ويأتي ملف التغير المناخي من بين أهم الملفات أيضا التي ستحظى باهتمام الرئيس القادم، خاصة بعد أن صادقت إدارة الرئيس أوباما في شهر سبتمبر من العام الجاري على اتفاقية باريس لكبح الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، في خطوة وصفت بالهامة باعتبار أن الولايات المتحدة تنتج 15% من الغازات الملوثة للبيئة. ورغم أن السياسة الأمريكية تقوم على ثوابت مصالحها وبقائها كقوة عظمى، إلا أن الطريق أمام الرئيس القادم يبدو وعرا، ومما لا شك فيه أن استراتيجيات تعامله مع هذه الملفات الصعبة ستساهم حتما في حل الكثير منها أو ربما تعقيدها. للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا في استوديو نيل الدكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتورة تحياتي أولا. دكتورة، يعني مع انطلاق السباق الرئاسي الأمريكي هناك الكثير من وجهات النظر، البعض يرى أن هيلاري كلينتون برغم الخبرة السياسية الكبيرة إلا أنها تمثل الوجه التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية، على الجانب الآخر هناك من يرى أن ترامب استطاع أن يحرك ما يوصف بالكتلة الصامتة في الولايات المتحدة الأمريكية التي غالبا ما كانت بعيدة عن السياسة أو المشاركة في مثل هذه الاقتراعات. في تقديرك أنت،
إلى أي مدى يمكن أن تحمل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعض المفاجآت وفقا لهذه المعطيات؟ الناخب الأمريكي بشكل عام في الانتخابات السابقة كان بيهتم أساسا بالداخل، الاقتصاد، الضرائب، الرعاية الاجتماعية، قانون الإجهاض إلى آخره. يعني ربما دي أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يعني الانتخابات الرئاسية، نجد أن الناخب ابتدى يهتم بالسياسة الخارجية وليس فقط الداخل. هو طبعا كان دايما بيهتم بالسياسة الخارجية في نقطة محددة، وهي عدم إرسال قوات خارج حدود الولايات المتحدة في مهام قتالية، يعني زي أي حرب من الحروب، أو لأنه طبعا بيخشى على الجنود الأمريكيين. لكن لأول مرة بدأ المرة دي يهتم بالسياسة الخارجية بالإضافة إلى السياسة الداخلية، وده بيعود إلى المشاكل الكثيرة اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط، اللي طبعا ترامب بيلقي اللوم بها، وإحنا كمان يعني على إدارة أوباما، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا والمماطلة في محاربة الإرهاب، أو بالنسبة لليبيا والنيتو والتدخل اللي حصل واللي سابوا ليبيا في حالة. يعني يا فندم، بس هناك من يرى أن ما كان للمواطن الأمريكي أن يهتم بملف السياسة الخارجية الأمريكية بهذه الصورة لولا تطرق ترامب لهذه القضايا. ترامب هو من طرح هذه القضايا بشكل كبير. ده كلام سليم جدا. هو اللي بدأ بال يعني يتحدث عن هذه القضايا، وخاصة الهجرة، وعمل طبعا هم بيخشوا جدا من عملية الإرهاب، وإن هم شافوا أوروبا زي ما حدث فيها من إرهاب، نتيجة إن الإرهابيين كانوا مندسين في وسط المهاجرين. فالناخب الأمريكي بدأ يهتم، نتيجة إن ترامب فعلا هو اللي أثار هذا الموضوع، وبدأ كمان يعني يخشى، وربما حتى توجهات ترامب يعني كثير من الأمريكيين أيدوها، خاصة بمثلا اللاتينيين، هجرتهم ان هو حيمشي او حيطرد كل الموجودين المهاجرين اللي هم غير شرعيين في الولايات المتحدة، حيمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. يعني كلها امور لفتت نظر الناخب الامريكي، لان الامريكان بشكل عام يعني سواء ناخب او غير ناخب، يعني هم ما كانوش يعرفوا حاجة عن العالم الخارجي إلا أمريكا. صحيح. يعني لا يعرفوا شيء، حتى يمكن ما يعرفوش أسماء بعض. ولا يعنيهم. ولا يعنيهم لأنهم شعرين هم يعني مقيمين في أكبر دولة في العالم، وبينتموا إلى هذه الدولة العظمى، ولا يعنيهم إطلاقا أي دولة أخرى، ولا ماذا يحدث فيها، وإيه اللي بيحصل في العالم ما يعرفوهوش. فلأول مرة يبدأ فعلا زي حياتك ما قلت ترامب أثار اهتمام الأمريكيين بقضايا خارجية، لأن هم لقوها أنها فعلا بترتبط بحياتهم في الداخل. هذا يعني هو لكن يعني أنا عايز أقول حاجة، يعني هو طبعا إحنا متوقعين أن هيلاري كلينتون تنجح، شكلها كده ناوية يعني على أن هي تصبح رئيسة للولايات المتحدة. أكيد يعني إحنا متوقعين سياستها هتكون زي أوباما، امتداد له لأنها كانت وزيرة لخارجيته، وللأسف هتستمر هذه الأزمات يعني، أو ربما تتفاقم مع وجودها. يمكن كان ترامب لو هو اللي أصبح رئيس يعني، وربما يحدث أي شيء يعني مفاجئ، أعتقد أن سياسته هتكون أفضل، حتى لو كانت سيئة فهي لن تكون أسوأ يعني. ولكن عايزة أشير لنقطة، أن الرئيس الأمريكي أيا كان هو في استراتيجية طويلة المدى للسياسة الخارجية. يعني صحيح دور الرئيس مهم جدا، لأن ما بنقول رئيس نقصد رئيس كمؤسسة. صحيح. هو والبيت الأبيض. تمام. والخارجية والمجلس الأمن القومي وجهاز الاستخبارات والبنتاغون، يعني كمؤسسة مهمين جدا. لكن في نفس الوقت الرئيس الأمريكي بيعمل في إطار هذه الاستراتيجية طويلة المدى اللي هي بتحقق المصالح العليا للولايات، تحكم العمل يعني مؤسسات الدولة الأمريكية بالزبط. أو التوجه الأمريكي بشكل عام. ده كلام سليم. فأي رئيس هيجي، الشيء اللي هيحدث أتوقع فيما يتعلق بالشرق الأوسط، أن أمريكا بدأت تنسحب فعلا من منطقة الشرق الأوسط وتتجه ناحية آسيا. وهناك طبعا أسباب كثيرة لهذا الانسحاب، أو يعني أن الشرق الأوسط أصبح أقل أهمية في نظر الولايات المتحدة لأسباب كثيرة.
طبعا انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، كانت طبعا دائما حريصة على تطويق الاتحاد السوفيتي حتى لا ينتشر داخل منطقة الشرق الأوسط والمد الشيوعي. طبعا لازالت الولايات المتحدة بتخشى ولا تريد أن تتورط في أي مغامرات عسكرية في المنطقة، طبعا منطقة ملتهبة جدا منطقة الشرق الأوسط، هي لا تريد هذا. فابتدت بالنسبة لإسرائيل طبعا بهمها أمن إسرائيل، لكن إسرائيل لم تعد في حاجة إلى الحماية الأمريكية أو المظلة الأمريكية زي الأول، بسبب طبعا المساعدات الجبارة والدعم اللي ادته أمريكا لإسرائيل. إسرائيل أصبحت، احنا شفنا حتى بقت تتحدى رئيس أكبر دولة أوباما، والتوتر اللي حدث بينهم نتنياهو وبين أوباما. بالإضافة لكده بنجد أن مسألة البترول والنفط اللي هي كانت بتهتم بيه في الشرق الأوسط هي أصبحت في غير حاجة للبترول. طيب أنا عندي نقطة كمان يا دكتورة، بتبقى الانتخابات الأمريكية مثار جدل كبير بالنسبة حتى للمواطن الأمريكي، وهنا أقصد نتيجة الانتخابات الأمريكية بعد أن حذر ترامب من هذه النتيجة واتهم الجميع بالتزوير مسبقا. إذا كانت المؤشرات بتدل أو بتسير نحو فوز كلينتون، يعني إلى أي مدى سوف تتعامل الحملة الانتخابية الأخرى لترامب مع هذه النتيجة وانعكاسات ذلك على المواطن الأمريكي؟ هو صرح قبل كده دونالد ترامب، قال ان لو هيلاري نجحت فهو لن يعترف بهذه النتيجه. تمام. لان هو يعني بيتوقع ان يكون هناك تزوير في النتيجه. طبعا هو ايضا يعني بيعترض على الكم الهائل من التحيز سواء من وسائل الإعلام من أجهزة الدولة المختلفة تجاه كلينتون، لأن الأول مرة بنلاحظ أن الإعلام حتى لأول مرة في انتخابات الرئاسية الإعلام بيقول صراحة هو بيؤيد مين. صحيح. فده لم يحدث من قبل، فهو فعلا محق أن أجهزة الدولة والإعلام، وطبعا هيلاري بوصفها يعني سياسية محترفة بقالها أكتر حوالي 40 سنة، فهي عاملة شبكة معقدة جدا من الاتصالات مع الإعلاميين ووسائل الإعلام، ده بالإضافة طبعا شركات الرأسمالية الكبرى اللي هي بتساعدها وبتدعمها. فهو هيشكك في هذا، وطبعا ده هيكون له أثر على الناخب الأمريكي، لأن الأول مرة الناخب الأمريكي اللي هو يعني بيشيد بالولايات المتحدة اللي هو بينتمي إليها إنها دولة الديمقراطية والدولة يعني التي يعني ما فيش زيها في العالم من ناحية حقوق الإنسان، كل القيم العليا والمثل العليا، يعني بالنسبة له هتكون صدمة كبيرة ان هو يعرف ان هذه الدولة العظمى اللي هو بينتمي اليها انها ممكن تعمل حاجة زي كده، يعني اذا ثبت بالفعل ان هناك تزوير. ده بالإضافة طبعا إلى أن كلينتون وأوباما بيقولوا لا، ده اللي هيزور هو روسيا وبوتين، لأنه هيتدخل في عملية التصويت الإلكتروني والقرصنة والقرصنة. ولكن طبعا هو صعب أن هذا يحدث يعني في الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك جدا دكتورة أميرة الشنواني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم في عرض الأنباء، ولكن بعد قليل ابقوا معنا. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة اليونسكو، وأن ما تتمتع به من خبرات وتاريخ حافل مشهود له على الصعيدين الوطني والدولي يجعلها جديرة بتولي هذا المنصب الدولي الرفيع. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة مشيرة خطاب الدبلوماسية والوزيرة السابقة ومرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. من جانبها أعربت خطاب عن تقديرها لقيام الدولة بترشيحها لهذا المنصب الدولي الهام، وكذا لدعم الاتحاد الإفريقي لها في الانتخابات المنتظر أن تجرى العام القادم، مشيدة بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات دعما لترشحها. استكملت قوات الجيش العراقي عملية تطهير قرية العويزة التي حررتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بالمحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى، كما عثرت القوات على عدد كبير من الأنفاق التي حفرتها عناصر داعش للهروب والاختفاء، كما تم العثور على عدد كبير من قذائف الهاون في منطقة الشلالات شمالي مدينة الموصل. على صعيد متصل، ذكرت وزارة الدفاع العراقية أن مدفعية الجيش بقيادة عمليات صلاح الدين دمرت مركبة مدرعة مفخخة لداعش فجر اليوم في منطقة سيرة في الجانب الأيسر من قضاء
الشرقات شمالية محافظة صلاح الدين. سيطرت قوات البشمرج الكردية بشكل كامل على بعشيقة شمال شرقي الموصل، في حين يشن الجيش العراقي حرب مدن ضارية على مسلح التنظيم في الأحياء الشرقية. وأفادت الإحصائيات الصادرة عن قلية الإعلام الحربية استعادة الجيش العراقي 12 حيا داخل الموصل على 48 قرية وناحية في محيطها. لا تزال القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية يواصلون عملياتهم العسكرية لاستعادة مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. قوات البشمركة الكردية تمكنت من استعادة سيطرتها الكاملة على بلدة بعشيقة التي تبعد 15 كيلومترا عن الموصل، فيما قام نحو 2000 من مقاتلي البشمركة من دخولها. كما تمكنت القوات من اقتحام قرية يسيطر عليها داعش شمال شرقي الموصل. القوات العراقية من جانبها شنت هجوما على مواقع داعش في الساحل الأيمن للموصل استعدادا لاقتحامه، وذلك بعد تمكنها من السيطرة على بلدة حمام العليل وتخومها. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن خلية الإعلام الحربي، فإن الجيش العراقي استعاد 12 حيا داخل الموصل و48 قرية وناحية، مشيرة إلى أن عمليات القوات العراقية والقصف الجوي لطائرات التحالف قتلت خلال الأيام الأربعة الماضية أكثر من 200 من مسلح التنظيم. ويسعى مقاتلو التنظيم المتشدد إلى إبطاء تقدم القوات في حملة الموصل التي بدأت قبل 3 أسابيع بموجات من التفجيرات الانتحارية بسيارات ملغومة، ومن خلال نشر طائرات بدون طيار ملغومة وقذائف مدفعية بعيدة المدى مملوءة بغاز الكلور وغاز الخردل. كشفت المتحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم عن ورود تقارير تفيد بتنفيذ عناصر تنظيم داعش لعمليات خطف حول الموصل وتل عفر بالعراق. وتشير تقارير أن من بين المختطفين 295 من أفراد قوات الأمن العراقية سابقا، كما تم خطف 30 شيخا على الأقل في منطقة جبل سنجار خلال يومين 2 و 3 من نوفمبر، وقتل 18 منهم في 4 من نوفمبر. وكانت المتحدثة باسم الأمم المتحدة قد كشفت في وقت سابق عن سلسلة انتهاكات نفذها تنظيم داعش في الأونة الأخيرة، من بينها خطف عشرات الآلاف من الأشخاص في محيط الموصل واقتيادهم إلى المدينة لاستخدامهم كدروع بشرية في مواجهة القوات العراقية الحكومية. بانوراما نيل تتواصل مع حضراتكم مشاهدينا، ولكن في مجموعة من الأنباء الاقتصادية. التفاصيل مع الزميل محمد عاطف. إليك محمد. شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه الوقفة الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. البورصة المصرية ترتفع بقوة متأثرة بتحرير سعر صرف الجنيه، ومؤشرها يسجل أعلى مستوياته منذ يونيو 2008. أهلا بكم من جديد. وصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها القياسية لدى إغلاق تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تفاؤل بتعافي حقيقي للاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة على الصعيد الاقتصادي. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار ونصف لينهي التعاملات عند مستوى 492 مليار و200 مليون جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه. وقفز مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30 بنحو 2.48% ليصل الى مستوى 10096 نقطه، وهو اعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2008. كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنحو 2.74%. أكد رئيس بنك القاهرة منير الزاهد أن فروع البنك بكافة محافظات الجمهورية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين لتغيير العملات واقتناء شهادات الادخار الجديدة بعائد 20% و16%. وقال الزاهد إن هناك الإقبال على بيع الدولار جاء بعدما تحولت دفة السوق نحو البنوك التي أصبحت المصدر الوحيد في تحديد أسعار الصرف
بعيدا عن السوق الموازي غير الرسمي. وأشار رئيس البنك إلى أن ما تلقاه بنك القاهرة من دولارات في يوم واحد فقط يعادل كافة تعاملاته على مدار شهر كامل خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية قرار تحرير سعر الصرف. هذا وقد استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك الأربعة الكبرى الحكومية والخاصة اليوم، وذلك طبقا لقرار تحرير سعر الصرف وترك السعر لقوى العرض والطلب، والذي أصدره محافظ البنك المركزي طارق عامر يوم الخميس الماضي. أعلنت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا نية لدى الشعبة لغلق محلات الذهب خلال يوم الجمعة المقبل، وأنها ستستمر في مزاولة عملها. وقال إيهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا بنحو 30 جنيه بسبب انخفاض حجم المعروض في الأسواق وضعف حركة البيع، بالإضافة إلى ارتفاعه في الأسواق العالمية. وأضاف أن سعر الذهب عيار 18 سجل 540 جنيه، وعيار 21 سجل 630 جنيه، بينما سجل عيار 24 720 جنيه. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط اليوم قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية، مع اتجاه المستثمرين للتخلي عن بعض مراهناتهم في الآونة الأخيرة على هبوط الأصول التي تتأثر بالعوامل الاقتصادية ومن بينها النفط الخام والأسهم. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا إلى 46 دولار و75 سنتا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا إلى 45 دولار و17 سنتا للبرميل. انتهت هذه الوقفة الاقتصادية، وقبل أن أقدم لكم بعضا من الأخبار الرياضية أعود مجددا إلى غدا فاروق وفوزي جدل. إليكم. شكرا للزميل محمد عاد. ألقت الأوضاع المتردية في اليمن بظلالها على المواطنين الذين أثرت عليهم بالسلب، إذ أشارت الأمم المتحدة في تقديرات لها أن نحو 100,000 طفل في إحدى المديريات يعانون من سوء التغذية. لذا أقام فريق من الأطباء والمسعفين مخيما طبيا لمعالجة أطفال وبالغين يتدورون جوعا في المحافظة. التحيتة مديرية يمنية قست عليها الحياة وكشرت عن أنيابها لها لتعتصر بأهلها بين سندان ومطرقة الأطراف المتناحرة. سوء التغذية ربما جاء نتاجا للأوضاع المتردية التي تتعرض لها المناطق اليمنية كافة، خاصة محافظة الحديدة التي تنحدر منها المديرية. الآن ندعو وزارة الصحة والإخوة تمام المغتربين وفاعلين الخير والجمعيات تمام والمنظمات تمام لوضع مستشفى تمام تأسيسي من أكاديمية ومن أجهزة ليخدم المنطقة. الأمم المتحدة تقول إن محافظة الحديدة بها نحو 100,000 طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد. هناك معدلات مرتفعة لسوء التغذية في منطقة التحيتة على سبيل المثال. استطعنا أن نمشط معظم القرى في المديرية عن طريق الفرق الطبية المتنقلة، واستطعنا أن نسجل أكثر من 770 طفل. من هؤلاء الأطفال 402 من الأطفال مصابين بسوء التغذية الحاد. صياد التحيتة أعربوا عن حزنهم العميق لما ألت إليه الأوضاع مع استمرار الاشتباكات التي دمرت على إثرها قوارب الصيد ومخازن الأسماك حتى الطرق والجسور. ما بقيت، أنا كنت أشتغل في البحر، ما بقيت لي شيء أشتغل في البحر، الحاجة بقيت عندهم من هذا. أنا وبني دياء ولا ما هي أي حاجة، وبني ما هي ست أنفار. تقرير صادر عن الأمم المتحدة أفاد في يونيو الماضي أن محافظة الحديدة بها أعلى نسبة انتشار لسوء التغذية، حتى أن كبار السن والعجائز في المديرية لم يعد بإمكانهم سوى انتظار مساعدة لا تطرق أبوابهم. هناك في مستشفى الحديدة المركزي ثمة وحدة لطب الأطفال تضم 12 سريرا للأطفال الذين يعانون الجفاف وسوء التغذية الحاد ويزدادون جوعا يوما تلو الآخر ليبكوا بلا دموع. لذا أقام فريق من الأطباء والمسعفين مخيما طبيا لمعالجة هؤلاء الأطفال.
ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار الرياضة. نتواصل فيها مع حضراتكم مع زميل محمد عاطف. عاطف تفضل. أشكركم وأهلا بكم مرة أخرى.